وش رأيك لما تقولوا أنه تذكرينا بأنك أم كلثوم ممكن المغرب الكبير؟ هل هذا أم كلثوم؟ أم كلثوم المغرب الكبير؟ رحنا أون تورني لمصر، كان معنا عبدو درياسة حميدو، كنا في مصر، كنا في القاهرة، ومن بعد كنا خدامين في دار الأوبرا وين غنت أم كلثوم. ديجا التحاد هذيك تاع أم كلثوم حاطين اسماواتها لي كادر تاوعها، قال لك ممنوع تغنوا الراي. قلت لهم والله وما نحطش رجلي على هذه المنصة ما ندير حتى تورني تحبس. كانت عندنا واحد 12 و13 تورني تما كاينه في مصر. قالوا داروا لنا شويه مشاكل بون خوتنا وسي نورمال. من بعد قلنا معليش وغنيت وين غنت أم كلثوم وهزيت الرايه الجزائريه والنعلان بينه فخذوا. وي وي برافو عليك. برافو برافو برافو.